فكر العلامة الجزائري محمد بن عبد الكريم المغيلي استثمر في البعد الإفريقي ليكون اليوم أرضية للوفاق والتعاون البناء كخيار استراتيجي لإرساء الاستقرار والأمن والطمأنينة بين شعوب، ويستلهم من آثاره الرمز العلامة في جلسات علمية جمعت النخبة. جمع أصناف المجتمعات، وكان الملتقى في بلد الرجال والرجولة، بلد الجهاد ورمز البطولة. طرحت محاضرات في القمة تتناول جوانب عديدة، نقف بإكبار وإجلال لهذا الصرح الثقافي في هذا المؤتمر في هذا المكان في هذا الوطن. دخلت الجزائر وأنا مفاجأ، مفاجأ بأننا أعتذر يعني بأننا رهاننا على الجزائر. كان مشايخنا يقولون لن يستقيم أمر الأمة الإسلامية والعربية إلا إذا وقفت الجزائر، فوجدتها واقفة على أقدامها شامخة عزيزة أبية تمثل النخوة العربية الإسلامية التي ترفض الاستكانة وترفض الإهانة وترفض الانبطاح. الإمام المغيلي كان ملهم للعلماء، كان ملهم للمجاهدين، مثل ما هي الجزائر ملهمة الآن في العصر الحديث ونحن نحتفل بعيدها 60، عيد الاستقلال 60، هي ملهمة أيضا لحركات التحرر. إفريقيا تسجل إسهامات العلامة المغيلي الجزائري بأحرف من نور وفق منهجه الصحيح وتعاليمه السامحة الميسرة البعيدة عن التطرف العنيف والنزاعات. من خلال مختلف الورشات بشكل عام والورشة الشخصية التي شاركنا فيها، رأينا أن هناك طرح فكري نحو الوسطية والاعتدال، هذا أولا، وهذا ما أدى إلى تناقح الأفكار وصهرها في بودقة واحدة في تسليط هذا الضوء على هذا النموذج الإسلامي. الإمام المغيلي والآثار التي دونها لنا وتركها للأجيال القادمة، فالرجوع إليه ودراسة تلك الآثار والوقوف على مقتضيات أفكاره سيرجع بنا إن شاء الله إلى حياة مطمئنة سلمية. الشيخ عبد الكريم المغيلي كان له دور في إعادة بعث جسور الترابط وجسور التواصل في إفريقيا بالعمق. ملتقى ما شاء الله، ونشكر رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون والأحفاد اللي جاوا من هذه، مرحبا بهم في بلدهم الجزائر. تشكل هذه الندوة العالمية الضخمة التي تفضل السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتنظيمها يعني تشكل قاعدة صلبة يمكن أن تستند عليها سياسته هذه السياسة المباركة. عزلاغ المغيلي معروف عالميا، الدول الإفريقية أمدانت وسند دير أمنت طافنت دغل هرت ويكنا الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي الجزائر الدول تيانغ الكمنين نيفريقيا. الحمد لله تنمت مسينا تنمت رئيسنا التبون عزلا موسنين يركب المشايخ ننغ. الحمد لله لأنه أعطانا ربي قايد اللي يمل شمل الغالم كل أفريقيا لمها، وإن شاء الله إلى أمام من أجل ما قام به في إفريقيا وفي الجزائر. ها نحن ملتقون اليوم علماء وأهل الخير وأهل المعرفة والحكمة. لقد استطاع رئيس الجمهورية جمع إفريقيا برمتها، وهذا اللقاء يرمي على ما كان عليه الشيخ المغيلي، فنحن على ما كان عليه هو والعلماء سائرون إن شاء الله. الشيخ بن عبد الكريم المغيلي جهج ونشر الإسلام وخلات تاريخ طويل، ومشى البلاد نيجيريا والسودان وكانوا ولاد سعيد وتلمسان، وحنا يا التاريخ ان شاء الله الرئيس بينوا لنا وجمعنا في هذا المكان. اللقاء العلمي للعلامة الرمز الموحد الملهم قاسم مشترك بين الجزائريين وشعوب القارة في ظل رهن جيوستراتيجي إقليمي وعالمي، تحاول الجزائر وعبر كل الأجندات إرساء أمن واستقرار للمجتمعات الإفريقية ووحدتها.